تعالوا بقى ناخد عندنا القرع بعد ما قطعنه مكعبات صغيرة زي اللي حضرتك كده شايفاه. حط عندنا السكر يعني على الكيلو ممكن نحط نص كيلو، بلاش سكر كتير عشان ما ايه ما يبقاش السكر بتاعه عالي قوي. حط السكر بالشكل ده، قرفة انا سستور، بصي لان اللي هو اليانسون ده نقوم حاطينه بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. بص اهم حاجه في القرع بقى سيبيه ينزل الميه بتاعته كلها براحتها خالص، وبعد كده حضرتك تقومي واخداها ونبدا اللي احنا نحطها في الحله لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. يعني ايه؟ يعني ما تاخديش القرع دلوقتي، هو ينفع ان انت تسويه دلوقتي عادي بس على نار هاديه، لكن الافضل ان انت تسيبيه ينزل الميه بتاعته وتحطيه في الثلاجه بالقرفه كده باليانسون، بعد كده تقوم واخداه وحطاه فين عندك على النار. فهنسيبه كده حوالي ايه 10 دقائق ولا حاجه او ربع ساعه ينزل الميه بتاعته، وبعد كده نبدا نسويه. بعد ما بيستوي معايا بضربه ويبقى ناعم معايا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو، شايف عامل ازاي؟ يبقى ناعم جدا. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه دلوقتي. هاخد عندنا بقى ايه البسكوت بتاعنا ونبدا نحط عليه الايه الزبده. بسكوت ساده جبناه وفرمناه كويس جدا، هبدا ان انا احط عليه شويه زبده صغيرين. وقلب كويس جدا البسكوت مع الزبده. بعد ما قلبناه كويس جدا البسكوت ده نبدا ان احنا نحط عندنا الفورمه، واوزع البسكوت ده كويس جدا في الفورمه عشان هعمل القرع ده شكل جاتوه. اوزع، على فكره تقدري تعمليه في صاج برضو نفس اللي عملناه في الابل باي كده، وتعملي مشروع بقى وتشتغلي والدنيا تبقى زي الفل معاكي. بمكبس كده ونبدا اللي احنا حضرتك نعمل نفس الشكل اللي احنا عاملينه ده. وبعد كده نقوم رايحين فين؟ على الفريزر عندي، اللي انا هبدا ان انا هريحها شويه في الفريزر عندي لحد تشد معايا شويه. طيب بعمل لها طبقه كريمه من فوق. طبقه الكريمه دي عباره عن ايه؟ ادي الكريمه النباتي وادي كريمه باستر كريم اللي هو قدام حضرتك. الكوبايه عليها 3 كوبايات او 2.5 كوبايات من اللبن، وعندي معلقه جيلاتينه صغيره. ازاي بقى بيتعمل الكلام ده؟ بجيب عندي بوله ازاز واقوم حاطط عندي، لا نخلينا في الباستر كريم الاول، ادي الكوبايه على 2.5 كوباية من اللبن، الله عليك، وابدا ان انا اخفق الكلام ده كله مع بعضه. عندي ميه سخنه عندي في الكاتل هنا، اقوم حاطط هنا معلقه جيلاتينه كبيره، اقوم حاطط عندي الميه السخنه وادوب الجيلاتينه اللي موجوده عند اي عطار تقدري تجيبيها، وادوبها واتاكد ان ما فيهاش اي كتل خالص فيها. ونقوم واخدينها ورايحين فين؟ عندي هنا على الباستر كريم، ونقلب كويس جدا.
طيب هل ينفع محمد نشتغل من غير الجيلاتينه في الحاجه ديت؟ ينفع، بس الكريمه اضربيها كويس بقى، ده اهم حاجه. انا بكلمك عشان لو انت شلتيها من الفريزر وحطيتيها في الثلاجه بعد ما قطعيها مكعبات ما تملش منك القطعه، تفضل زي ما هي. بعد ما قلبنا ديت بقوم واخد عندي شويه كريمه كده صغيرين شويه شويه من فوق لتحت كده، اقلب عشان اعمل موس كريمه محترم. الصلاه على النبي زي العسل. واقوم حاطط عندي بقيه الكريمه مش الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقلب يا باشا لحد ما ايه نحصل على القوام المحترم للكريمه بتاعتنا. بص عامله ازاي اهو. طيب بعد كده بنقوم جايبين عندنا الفورمه اللي احنا عملنا فيها البسكوت بتاعنا، ونقوم منزلين عليها الكريمه الجميله دي. اوزع اوزع بالراحه خالص اهو، ما سيبش حاجه بقى. عندي سباتله كده بنقوم جايبينها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا ان انا اوزعها بالشكل اللي ايه اللي انتم شايفينه. بقت عندك بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه الجميل ده. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد الكلام ده كله ونقوم رايحين فين؟ عندي على الفريزر لحد ما تبدا اللي هي تجمد معايا وتتشمع معايا كويس. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ اجيب عندي القرع اللي حضرتك عاملينه ده، ونبدا ناخد عندي طبقه من فوق الكريمه ديت. تاكلي قطعة جاتوه زي ما قالك. احنا هنا عملنا ايه في الفورمة اللي فاتت؟ حطينا بسكوت وحطينا طبقة الكريمة اللي احنا محطوطة بالجيلاتين ودخلناها الفريزر. بعد كده حطينا طبقة القرع اللي احنا سويناها وهرسناها كويس جدا بس بعد ما صفيناها من المية. ابدأ افك الكلام الجميل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. اوكي حاضر. تفكي بس في ايه اللي معصب. ايوه تمام ايوه هو ده الكلام. بص الجميل عامل الجمال عامل ازاي بجد، حاجه حلوه قوي. نقوم جايبين عندنا شويه مكسرات سوداني كده ايه محمص يا عيني. نقوم حطينا كده من فوق السوداني ده اهو، تحس كده اللي ايه سوداني محروق ومش محروق كده، حاجه جميله يدي طعم في ولا في الخيال، او لوس او فستق او بندق يعني اللي عنده. بس انا بقول لك ايه، السوداني برضو من المكسرات اللي ايه مهدور حقها. هو مش عشان رخيص ما بنستخدموش، لا انا بحبه جدا في الحلويات الشرقيه على فكره. السوداني واحلى من الفستق واحلى من البندق بالنسبه لي كطعم. لكن هو الفكره بس عشان ايه سعره رخيص وارخص نوع مكسرات فالايه مهدور حقه. بعد كده ما حطيناه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، نقوم جايبين عندنا الايه المعيار ده. نيجي هنا كده ونجيب عندنا ميه سخنه. بقوم جايب عندي الكلام ده كله كده بميه سخنه، ونقوم حاطين. بص دي كده ايه ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقطع مربعات على قد ما اقدر. حلو الكلام ده قوي. اقوم اقطع كده الناحيه الثانيه برضو. الله عليك يا استاذ، ده الكلام الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا الجمال اهي، بس محتاجه ايه تجمد شويه، فهنسيبها تجمد شويه.
تمام في الفريزر، وبعد كده هنبدا نطلعها ونبدا ان احنا ايه نقدمها مع بعض. القرع بتاعنا بص بدا ينزل الميه بتاعته اهو، شفتي شايفين السكر بدا يبقى فين؟ مش شايفينه اهو، او بدا يعرق ولسه كمان هينزل الميه بتاعته. بنبدا نعمل ايه بقى؟ نبدا ناخدينه كده بالقرفه بتاعته بالحاجه الجميله بتاعته ديت اهو، وعلى نار متوسطه خالص لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. وبعد ما بيستوي بنقوم مصفينه ونبدا ان احنا نشتغل بيه الشغل بتاعنا الجميل.